بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي ذلك رب العالمين فوقها وفيها أقواتها في أيام سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها قالتا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا
ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. صدق الله العظيم.